الكاتب والشاعر والإعلامي كمال إبراهيم من قرية المغار، يعني اليوم تكرم هنا في بيت جان في بيت الكاتب في المكتبة العامة. بداية حدثنا عن هذا التكريم. في البداية أشكر بيت الكاتب والمكتبة العامة في بيت جن على هذا التكريم المميز والرائع والجميل. بالحقيقة هذا فخر لي أن أحل ضيفا على بيت جن بلدي الثاني، وما أسعدني الحضور المشرف والمميز من أدباء وشعراء وجمهور من بيت جن وخارجها ومن بقية القرى حتى من الكرمل. فكنت سعيدا جدا بهذا التكريم، والمتحدثين أعطوني حقي في شهاداتهم وفي تحليلاتهم وفي مداخلاتهم. كنت سعيدا جدا بقراءة مداخلة للإعلامي نادر أبو تامر، ومداخلة للشاعر شفيق قبلان، ومداخلة للأديب مسعد خلد. فعلا والتكريم كان توج الأمسية بشكل رائع بحضور رئيس مجلس بيت جن، فأنا جدا مسرور بهذا التكريم. نعم، يعني السؤال الذي يطرح، ما هو الشعور الذي يعتري الكاتب والإعلامي والشاعر كمال إبراهيم وهو يكرم في قرية شقيقة يعني مجاورة عروس الجرمق في بيت جن؟ إن أنت لا تكرم في المغار، أنت تكرم في عروس الجرمق، ما هو الشعور؟ في الحقيقة أنا فضلت أن أكون في هذه الندوة خارج المغار، لأني سبق أن قمت بندوات عديدة في المغار، عشرات المرات كرمت وأجريت ندوات أدبية في المغار، وهذه المرة حاولت أن أخرج خارج المغار، وكان لي الشرف أن أكون في بيت جن. بيت جن التي كتبت باكورة أشعاري حديث الجرمق نسبة لبيت جن. نعم، جميل جدا. يعني هذا التكريم يتزامن مع إصدار كتابك الجديد نسمة الروح، حدثنا عن هذا الكتاب. هذا الكتاب مثل باقي الكتب يتنوع فيه الشعر بأنواعه المقضايا المختلفة، فيه الغزل وفيه الرثاء وفيه الأشعار الوطنية والسياسية والاجتماعية، ولكن ما يميزه دائما كما يميز باقي كتبي وأشعاري الوضوح. نعم. أسلوبي واضح جدا، الوضوح والشفافية. والشفافية، ولكن أنا أحافظ على الجرس الموسيقي والسهل الممتنع. نعم عمي كمال، يعني حبذا لو قرأت لنا قصيدة من هذا الكتاب كتبتها كشاعر وأحببتها كقارئ. أنت هكذا تحرجني، ولكن دعني أفكر في قصيدة من الكتاب. سأعطيك قصيدة غزلية سيلحنها الملحن الموسيقار طلال الأطرش من الأردن، مشرف على قسم الموسيقى في التلفزيون الأردني. جميل جدا. القصيدة بعنوان جالسيني. جالسيني وتألقي شغفا، أذوب في لمسة شعرك المنساب، أقرأ بين السطور قصة الأحباب. يا متعة النفس لعاشق تواب، حماك الرب الخالق الوهاب. إن تسألي عن قصتي في الحب والعذاب، ترينني شاعرا أهيم في صفحات كتاب، أجول في رحاب الشوق ذهابا وإياب. أنا المتيم، أنا العاشق الغلاب، جئتك سائلا هواك طالبا جواب. فهل من مغيث؟ يا شمعة أضاءت ليلي الكثيف، داعبيني وتمرجحي، فأنا في حبك جائع، جئت أبحث عن رغيف.